عليكم. فيديو اليوم فيديو لايتين ماكوين 3D بالتفاصيل. اكيد هذه الاول مره، هذه هي الطريقه باش كنخدم. كيف وريتكم في الفيديو الاول اللي كنت نزلت على القناه، هذه الطريقه باش كنطبعوا اي حاجه بغينا نخدموها وما عندناش المول ديالها، كنخدموها بهذه الطريقه. كنديروها على ورق الزبده، نطبعوها ونقطعوها بالكتر. اكيد هنا عندنا تفاصيل صغيره بزاف، يعني كتبغي الخاطر بزاف بزاف باش النتيجه تكون مزيانه. انا خديت السياره اللي درت بها المول، كنحاول نطبع كل شيء التفاصيل، يعني التفاصيل اللي خاصني نصايب بالباتا سوكر كل شيء كنطبعها، الضواو ديال الامام ديال الوراء ديال يعني ديال الخلف. وهنا غادي نقطعوهم. هنا هذاك الرقم كنقطعوه، هذيك 95 ما غاديش نستعملوها، انما غادي نستعملو البلاصه اللي غادي نحيدو منها الرقم، وغادي نحتفظو بهذاك الوسط ديال 9، هذيك الدائره اللي عندنا في الوسط ديال 9 غادي نحتفظو بها باش نوضعوها على لاباتا سوكر، وكذلك هذيك البلاصه الخاويه ديال 5 باش منين نبغيو. هنا غادي نخدمو بالصباغه اولا بالالوان، يعني نبغيو نلونو. دونك هذا هو المول اللي غادي نخدمو به، هذا لا، هذا ديال 9 لا، غادي نحيدو هذيك الدائره حيت غادي نحتاجوها، وكذلك هذاك الطرف اللي حيدنا ديال 5 اللي كيبان لينا داك الفراغ ديال 5، غنحتفظو بهذاك ديك القطعه نحتفظو بها. هنا غادي نقطعوه ونوضعو على جنب، كذلك الدائره اللي عندنا مكتوب فيها بالاصفر حتى هي غادي نقطعوها بنفس الطريقه بالكاتر، يعني كلشي هذوك الحروف نقطعوهم. هنا وضعناها على عجينه السكر باللون البني، وقطعناها يعني بداك الشكل باش جينا بداك اللوغو. هنا كنخدمو بالصباغه، انا كنخدم هنا بالصباغه الباودر او البودر اللي كندير ليها شويه د الماء. انا عندي الاصفر ضفت ليه الابيض باش يجي باين، حيت الا خدمنا فقط بالاصفر ما كيجيش باين، حنا بغينا هذاك اللوغو ديالنا يبان بحال اللي عندنا في السياره الموديل اللي خدمنا. هنا كيبان لينا كلشي ما واضحش، انما منين غادي نزولو المول غيكون مطبوع فقط هذوك الحروف. داك الورق كنلصقوه بشويش ديال الماء وكنضغطو مزيان باش يلصق لينا على عجينه السكر، باش منين نديرو الصباغه ما تنتشرش لينا في الحواف ويخسر لينا الموديل. هنا بنفس الطريقه نديرو شويه ديال الماء ونلصقوها مزيان، ونجيبو دوك القطع، القطع ديال 5 والقطعه ديال 9 كذلك، باش ملي نديرو الصباغه ملي نزولو هذاك القطعه ديال الورق الغذائي ولا ورق الزبده ما يكونش تطبع لينا ويبقى هذاك الفراغ. هنا كندير الاصفر وكنخدم بالاحمر من التحت، عاد كنبدا نطلع هذاك الاحمر الفوق باش يعطينا اللون البرتقالي. كنستخدم ريشه اولا فرشاه عندها رقص رقيق باش كنقدر ندير تكون دقيقه، يعني بالتدقيق كنخدم بشويه، ما كنحاولش نزرب باش ما ينتشرش لينا الصباغه، ما تنتشرش لينا بزاف وتخسر لينا الموديل. انا كنحاول نضرب خفيف باش نحصل على اللون البرتقالي، وكنخليوها تنشف ليله كامله في بواطه نسدو عليها مزيان باش تبقى لينا لاباتا سوكر. هذه ما بغيناهاش تقسح لينا، يعني ما غاديش نخليوها في الهواء، كنسدو عليها في بواطه ونخليوها ليله كامله باش تنشف لينا الصباغه منين نبغيو نقطعو الموديل ديالنا تكون ناشفه، ومنين حتى منين نبغيو نوضعوه على الشكل اولا الكيك ديالنا تكون ناشف ما تلصقش لينا في الايدي اولا الاصابع ويخسر. هنا زولنا
هذوك القطع ديال الورق، وهذا هما الشكل اللي حصلنا عليه. هذيك 95 غادي نحددو ليها الحواف ديالها بفتر غذائي غليظ اسود. هنا دوك ديال الفلاش ديال الجوانب، جوانب السيارة، تما بنفس الطريقة اللي خدمنا بها رقم 95. يعني كنبداو بالاصفر والاحمر، وحنا غاديين باش نديرو برتقالي في الوسط. حنا كنشوفو في الموديل ديالنا ولا السيارة اللي عندنا كنشوفو فيها، باش نحاولو ما امكن نقربو الشكل النهائي يكون ما امكن قريب للموديل ديالنا. هنا غادي نحددو الحواف الاسود. انا كنخدم عليها مازال ما نشفتش، نتوما تخليوها من الاحسن تخليوها حتى تنشف باش ما يلصقش لكم الصباغه، ما تلصقش لكم في الفوتر ديالكم وتضطروا كل مره تمسحوا الفوتر. شو ديك البلاصه اللي قلت لكم خاصكم تحتفظوا بهذوك القطع ديال 95 باش يبقى لينا ديك البلاصه بيضاء. هادو دي زاستيس صغار ولكن كيكونوا مهمين بزاف. هنا كل شيء واضح، العيون كذلك نديروا لهم اللون الاسود، واكيد الضوء ديال العيون اللي كيعطي فرق كبير. هذه صافي ولينا حافظينها هاد كل شيء الفيديوهات كنديروها. هنا غادي نقطعوا 95 ديالنا مقص، اكيد هذاك المقص فقط لعجينه السكر، ما كنخدموش به شي حاجه اخرى. طريقه تقطيع الكيك الفيديو نزل من قبل، طريقه التقطيع كذلك طريقه التغطيه او الحشو حشو الكيك. هنا ضروري نديرو الغناش بهذه الطريقه، غناش الشوكولاته السوداء كندوروه على الحواف باش ما تخرجش لينا الحشوه ديالنا، حيت الا خرج لينا هذاك الكناش ديال الشوكولاته بالحليب او لاي حاجه حشيناها بها الكيك غادي يولي منين راح نوضعوا لا باتا سكر. واخا كيكون عندنا الكناش كيبدا يدير لينا بحال الماء وكيخسر لينا لا باتا سكر ديالنا، كتندي وكتخسر لينا ما يعني كتبدا تقطع. بعض المرات الكيك كيتقطع، يعني من الاحسن كنديروا هذوك اولا، ضروري ماشي من الاحسن، ضروري نديروا هذيك هذيك الكوش الجوانب ديال الكيك عاد باش نديروا الحشوه الوسط. حنا كنغطيو الكيك ديالنا كله، غناش كتكون شويه يعني هكذا يعني دايبه شي شويش باش تسهل علينا الخدمه. الطريقه راه واضحه، انا كنجر الكناش وكنعاود نطلع شي شويه حيت عندي لتحت حتى هو خاصو يتغطى مزيان البلاصه اللي ما مغطياش. هنا عندي فوق ديال السياره، يعني كنخدم على الموديل ما امكن باش تجيني كتشبه الموديل ديالي. كنحاولوا نحسنوا البلايص اللي كيبانوا لينا ما قاديش كنقادوهم قبل ما تبرد لينا الكناش، حتى الا بردات ما غاديش نقدروا مازال نخدموا عليها. انا كنزول هذوك الزوائد اللي عندي في التحت اللي داعوا ليا باش ما يخسروش ليا الباتا سوكر من التحت. انا نسيت ما درتش لايتين مكوين عنده هذاك الفوق ديال الكابو ديالو او الواجهة الأمامية ديال السيارة نازل شي شوية. هنا عاود قطعت شي شويش من الكيك ودرت له الكناش بهذه الطريقة. أكيد إلا كنا مزروبين به غادي ندخلوه ساعتين الثلاجة، من بعد كنخرجوه ساعة حتى كيكتسب درجة حرارة الغرفة، عاد كنوضعو عليه لاباطا سكر ديالنا. أما إلا خدمنا عليه وهو بارد فلاباطا سكر غادي تولي كتندي وتقطع والعمل ديالنا كلشي غادي يتضرب في الزيرو. دونك من الاحسن نخرجوه من قبل عاد باش نخدمو عليه ونوضعو عليه لاباطا سكر. كنوضعو اولا قطعه بيضاء على الفم، يعني الجهه الاماميه كلها كنغطيوها بقطعه عجينه السكر بيضاء، عاد كنوضعو عجينه السكر الحمراء اللي سرحناها كتبقى شي شويه غليظه، ما كنديروهاش
يعني بين وبين، كتجي شويه مويه، ماشي غليظه ماشي رقيقه، حيت غادي نخدمو تفاصيل ما نبغيوهاش تقطع علينا. وبهذه الطريقه غنوضحها في الفيديو حتى نتوما تخدمو بلاصه بلاصه. حنا كنسرحو، حنا كنجرو شي شويه العجينه ديالتنا من لتحت باش ما يبقاوش عندنا هذوك التكميشات ودوك لي ديفو، ما يبقاوش لينا. هنا كنقطعوا العجين وكنزولوا الزوائد، وهذه هنا فين قلنا خاصنا نخليو لاباتاسيوك تكون غليظه ماشي بزاف، انما مويان باش هاد التفاصيل اللي غنخدموهم ماشي غندوزو هذيك الاداه تتقطع لينا لاباتاسيوك. نصدقوا ما درنا والو، غادي نضيفو قطعه بيضاء للعيون ونوضعوا العيون، اكيد هنا كنلصقوا باللصاق الغذائي ونوضعوا التفاصيل. حنا واضعين امامنا السياره، حنا كنخدموا كنشوفوا التفاصيل كندوروها، فيما بان لنا شي تفصيل كنديروه على الموديل ديالنا او على لو كيك ديالنا. هنا الاضواء الخلفيه كذلك التفاصيل، انا كنخدم على ديك السياره كندورها كنشوف فيما بان ليا شي خط، فيما بان ليا شي كنديرو حتى انا في الكيك باش يجينا واقعي ما امكن باش يعجب الوليدات الصغار. انا كنستمروا كنظهروا هذيك القطعه اللي درنا في الاول البيضاء، انا كنحاولوا نبينوها، نقطعوا شويه لاباطا سوك ديالنا ونحاولوا نبينوها. هنا العجلات عندنا الموديل، الا عندي موديل كبير كنخدمو بعجينه السكر سوداء مع الاوريو، انا عندي موديل صغير فقط باش نبين لكم طريقه الشغال، كنديرها بهذه الطريقه. وهنا نكون عطيتكم جميع الاسرار اشتغال هذا الموديل هذا بهذه الطريقه. والسلام عليكم.